أهلا بكم طلاب الصف التاسع. في هذا الأسبوع سوف ندرس وبالنظر إلى اللامع. اللامع تبدو الأحجار الكريمة العريقة الشكل الخارجي أنصح بزيارتي الاستمتاع يعد يتكون من مليئة بي يوجد الجذابة يتميز بي. والآن هيا نقرأ الفقرة الجديدة. مطعم الديرة وبالنظر إلى واجهة مطعم الديرة نجد أنها تتميز باللون البني اللامع، كما تبدو كأنها مصنوعة من الأحجار العريقة، ويعد ذلك المطعم واحدا من أفضل المطاعم الموجودة في دبي، علاوة على أنه يتكون من طابقين كبيرين، وفي الطابق العلوي منه ترى ركن العائلات، بالإضافة إلى ساحة ألعاب خاصة بالأطفال الصغار. وأمام المطعم يوجد ساحة كبيرة لصف السيارات، ومساحة خضراء مليئة بالأشجار، كما يتميز المطعم بالألوان الجذابة التي تدل على روعة وجمال المكان. من وجهة نظري أن الشكل الخارجي لمطعم الديرة أفضل من الشكل الخارجي لكل المطاعم داخل إمارة دبي، كما أنصح كل أصدقائي بزيارة المطعم والاستمتاع هناك بالعطلة الأسبوعية.